الله 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 الله. حبيب الجفري للحديث عن الحبيب عليه الصلاة والسلام فليتفضل. الحمد لرب خصنا بمحمد فأنقذنا به من ظلمة ودياجري. اللهم صل وسلم على صاحب الطلعة البهية والحلة السنية والبسمة الرضية سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. طربتم؟ طاء طربت وما طربت بآلة بل كان من لحن بمدح محمد. هذا السرور الذي ينازل القلوب والأرواح، الفرق بينه وبين سرور من لم يتصل سروره بباب السرور لدى الله سيدنا محمد أن كل سرور لم يرتبط بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو صورة لا حقيقة لها يوشك أن تنقضي وتنتهي، وأما السرور بالحبيب المصطفى فضل الله ورحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا السرور الذي يرتبط بأمر جبل الله القلوب والأرواح على معنى السرور به وهو طلب رضوان الله الأعظم، يحدوني ويحدوكم إلى أن نتلمس نصيبنا من دوام هذا السرور معنا، ونصيبنا من دوام هذا السرور معنا أن يدوم معنى الرابطة الذي اجتمعنا عليها وهي محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا المهرجان جوائز المحبة ابتدأت فكرته بخاطرة صدق في حب رسول الله خفق بها قلب امرأة من أمته بارك الله فيها، لما رأت تكالب الناس على الحبيب صلى الله عليه وسلم من بعض من لم يعرفوه جهلوه، كما قال أخي محمد هنيدي لو عرفوه حيحبوه، كما غناها الأستاذ محمد رفيق بارك الله تعالى فيه الأستاذ الكبير. لما حصل هذا الأمر تأثرت هذه الأخت المباركة فنظرت فإذا بها تمتلك في رصيدها 500,000 ريال سعودي، هذا ما تملكه، فاتصلت أجرت بعض الاتصالات وحجزت فندقاً في دبي من الفنادق ذات الدرجة الأولى الفاخرة، ثم أرسلت أخاها إلي في أبوظبي وقالت قد دفعت كل ما عندي من المال كنوات لتأسيس مهرجان للاحتفاء بالحبيب صلى الله عليه وسلم، الهدف منه أن تتحرك همم أهل الفن والإبداع في الأمة ليعبروا عما أكرمهم الله من فن وإبداع باتجاه الحبيب صلى الله عليه وسلم. قلنا الوقت ضيق، قالت أنا حجزت. قلنا قد لا تسعف الإمكانيات الآن، قد قالت كما تشاءون، أنا بيني وبين الله قد أبرأت ذمتي، إذا جئت على الحوض سأقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم طاقتي بذلتها، وسعي بذلته، وانظر إلى الذين بذلوا أو لم يبذلوا. المهرجان الآن في موسمه الثاني، وكما ذكرت الدكتورة أمل بارك الله فيها تحول من يوم إلى 3 أيام. المهرجان حرك همة لدى إخواننا من مختلف الفنون من مختلف البلدان، وجاءوا إلى هذا المكان المبارك ليعبر كل واحد بما يسعه من التعبير عن محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم. والمهرجان إن شاء الله إلى زيادة، وغدا بعد صلاة الجمعة ثم في الساعة 8 ستكون هناك ندوة عنوانها أرجو أن تصغوا إليه الدين والفن. هذا العنوان سبب اختياره أن نوعا من التدابر والقطيعة حصلت بين الدين والفن في أذهان كثير من المسلمين، ليس في الحقيقة، في أذهان كثير من المسلمين،
فغدا الدين عند البعض وكأنه مجرد عن الذوق والإحساس والجمال والإبداع، وكأنه مجرد صور آلية تؤدي فروضا لا ينبغي التساهل في أدائها، هي أساس في المعاملة مع الله، لكن جردت عن الروح الذي ينبغي أن يبث فيها، وهو الحضور مع الله عز وجل، وهو شهود معنى الجمال الرباني في هذا الوجود. وأيضا ظهر فينا نوع سمي فنا، كما سمي الأول دينا وهو قد جرد من روحه، جاء شيء أو ظهر بيننا وتفشى شيء سمي فنا، قام على العري وعرض الجسد وإثارة الشهوات. وأنا أقول لإخواني الفنانين الذين أحبهم حبا جما الحاضرين في هذا المكان، أنتم محبو الحبيب، ولم يعد عندي شك في أنكم تحبون رسول الله، رسول الله، ولولا الحب ما جئتم. وأرجو أن ينقل هذا، لم يتقاضى أي فنان أجرا ماديا قط في مجيئه إلى هذا المكان، لكنهم تقاضوا شيئا هو أكبر وأعظم وأجل وأرقى من المال، هو ذوق محبة رسول الله في مجيئهم هنا. والمرجو لهم من الله أن يتقاضوا في يوم القيامة شربة هنيئة مريئة من يده الشريفة. لا أشك في حب من جاءوا، أرجو أن ينصرفوا بعد ذلك من هذا المهرجان وهم رسل إلى مجتمع الفن، يحملون معنى ذوق حقيقة محبة رسول الله في قالب العمل. فإذا رأوا من يتاجر في فنه بعرض الأجساد في المشاهد المصورة في الغناء أو في الأفلام، يقولون له: أنت محب رسول الله، لا يليق بك هذا، أنت محب رسول الله، لا يليق بك هذا، تعالوا بنا نسمو بالفن. أيضا نقول لإخواننا الذين يتخاطبون مع العالم باسم الدين بجفاء أو بشدة أو بتقنيط للناس من رحمة الله أو بتشديد على الناس في غير موضع، وقد قال رسول الله: يسروا ولا تعسروا، تعالوا بنا ننطلق بعد هذا المهرجان لنجعل دعوتنا في ديننا فنا، ونجعل فننا دينا. أعيد، دعونا نخرج من هذا المهرجان ونحن نجعل إبلاغنا للدين فنا، ونجعل فننا أريد أسمع الفنانين، ونجعل فننا دينا ندين الله تعالى به، أن معنى الجمال الذي أوجده الله عز وجل في الصوت الحسن وفي الأداء الحسن هو نوع من المعاملة مع الله أرقى بها في صلتي بالله. فغدا تكون ندوة الدين والفن كخطوة في محاولة إعادة ربط بين أمرين ولدا معا ونشأ معا وارتقيا معا، وجاءت بعض الأسباب نزعت بين هذين التوأمين، بين هذين الروحين المتصلين في أذهان كثير من الناس، لنعيد الأمر إلى نصابه مرة أخرى. بقيت نقطة، المهرجان 3 أيام، وبعد ذلك سينصرف كل منا إلى البلد التي جاء منها وإلى بيته وإلى عمله وإلى حياته. حب رسول الله ليس 3 أيام في مهرجان فقط، المهرجان هذا تثوير لمعاني المحبة في قلوبنا. نود أن ننبعث من هذا المهرجان إلى العالم ونحن حمال لهذه المحبة، حمل لهذه المحبة، رسل لهذه المحبة. لكي تكون صاحب هذه الرسالة، تعلم كيف تنظر بعين الرحمة إلى أشد الناس إيذاء لك قبل غيره. تعلم كيف قال: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، والدم يسيل منهم، يتكلم عن كفار حربيين هو يقاتلهم دفعا لضرهم ولأذاهم صلى الله عليه وسلم ولاعتدائهم، ومع ذلك قلبه ينبض بالرحمة لهم في معاملته إياهم. نريد أن ننصرف بهذا المعنى في هذه 3 أيام. كل منا ينبغي أن يكون له ورد من الصلاة على النبي، عمل، شغل، اللهم صل على سيدنا محمد النور وآله، أو بأي صيغة وردت. الوقت الآن متأخر وهو سهر إن شاء الله في الله وفي سبيل الله، لكن ثمرة ذلك ألا تشرق الشمس علينا ولم نصلي صلاة الفجر في وقتها، ليتحول هذا الأمر إلى منهج نعيشه بعد ذلك. هذه معاني نريد أن ننصرف بها من أمثال هذه الأيام والليالي. ولكم إخوان في فلسطين، في غزة، هذه الأيام يعانون الكثير، ونشرت وسائل الإعلام أخبار مقلقة، لكن إن انقطعت عنهم معونات الخلق فيقيننا في معونة الخالق جل جلاله. نريد أن نقرأ الفاتحة على نية الفرج لهم ولإخواننا المظلومين المؤذين في العراق، في أفغانستان، في الصومال. لنا جراح كثيرة،
لا تمنعنا هذه الجراح من أن نشهد الجمال الذي أقامه الله في ديننا، وشهودنا للجمال لا ينسينا إخواننا ممن يعانون هذه الجراح. نقرأ الفاتحة على نية الفرج لهم. الفاتحة. اللهم اجزي عنا خير الجزاء من كانوا سببا في هذا الجمع، أخي سمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد هذا البلد المبارك، وأخي الشيخ عبد الله بن زايد، من حضر معنا الشيخ ذياب وبقية إخوانهم وأقاربهم، أيضا من سعوا وسهروا وتحركوا ممن لم يلتفت الكثير إليهم أو لم يذكرهم وهم مذكورون عند الله. أسأل الله أن يتقبل من الجميع ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.